هذا عيال ابو حسام ابو حسام يا خربو والله خلو قسم بالله اني تغصب ذي ما قدرت اشربها صب لي قهوه عادي يا رجال قسم نبي نحل الموضوع من عندك فجاهه لا والله لا والله والله ما كلها كل احترام فهد خلاص غصب يا اخي يا اخي الحين انا هنا ام بلا بشيطه ما عاد زملاء ابو حسام الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جند مجنده ائتلف منها ما ائتلف واختلف منها ما اختلف يا اخي انا ما اقبلك الرجال مو بلازم يا اخي زملاء الحين ما هو بلازم يقبلك يعني بختي عليه ولا حق ابو حسام يكرم الله من مخطئ بس انا لاحظت انه يوم جيت عشان نفوز تصير في بحث على الشاشه عشان نعطي انا اذا كنت يعني بلوم نفسي على شيء انه ما هو مرتاح فهد لا لا فنجانك ذا بس صدق مو مرتاح انت لاحظته صح مو مرتاح فهد اي مو مرتاح ممكن بعد ما جيت ثلاث ايام صح اي اليومين الاولى كان متماسك بس اليوم الثالث انهار جاه كتاب اي مره مو مرتاح لا لا طلع وان كان والله وان كان والله يعني غيابي بريحه ترى ما عندي خلاف لا والله لا والله لا والله ما جيت الحين عندنا وبين اخوانك والله ما لا يعني واضح انه تاثر صدق لا والله ما نرضى ان احد يدخل فهد الاول لا والله انت اخونا كبير ولا انا اخي الكبير ومطلق انا ماني برايح بس اقول يعني لا والله ما يتعدى لا والله ما تعدى لا والله ما تعدى ابو نايف انا طالب جاي عندك لا مرفوع مرفوع الله يعزك لا والله يا ابو حزام والله من دخل باب القريه والله ما يطلع الا هو راضي من دخل الباب لقى الجواب والله لا والله جعلني في دار بيض وجهك لا هذيك من طق الباب لقى الجواب هذيك من طق الباب لقى الجواب انت دفه كلها واي واي من لقى الباب صرت انا جالس معك صرت عشوائي الاكمال التلقائي حط كلمة وتكمل عمرك بس لا سلمان غالب. أي كلمة تجي براسي نزلها إيه؟ حتى لو كانت في موضوع خطأ نزلها لأنه صار عشوائي الرمي عدانة خطير بس الوضع يبي له كيكة أبو عبد الله والله بني يبي له محل حلويات لو رجع فيك الزمن ورا يا أبو حزام إيه؟ تتم الصفقة ولا ما تتم أنا أقرب منه عشان أشوف والله ولا في الحلم ترفض والله ولا في الحلم ترفض انت اسالني واعطيك الصدق رمضان أيوة. ترى ما اقدر اكتب الله يعزك لا والله بالعكس اشكرك على الصراحه بس انها كانت خطوه حلوه بالنسبه لي تجربه جديده ندمان يعني معنى كلامك لا انت في ذيك الظروف لا لا اتكلم لو رجعت اسبوع لا اسبوع لا بالعكس لا بالعكس انا الان في قمه السعاده انها تجربه اي والله تجربه جديده حلوه انا الان ادخل في تحدي مع نفسي التحدي الاول مقدم يرجع متسابق في فتره بسيطه مغامرة والله انها مغامرة مغامرة ما لها حل لانك يمكن تهدم كل اللي بنيته يمكن تنهي وانت تقول تنظر الرياليتي والرياليتي واخر شيء تنزل ما عندك شيء وتنزل وتجلس بس اذا كان عفو ترى لا ترى نفس والله انا نفس المقياس ناصر. عندي حتى ناصر نفس المقياس مخاطر عندي. ناصر ترى والله اني مخاطر مخاطر بتاريخه كله ضار بينا لاني قدام المتسابقين خليك عفوي بيه. وخليك مدري وش وانزل شادها بس انت عفوي يا ابو هذا شخصيتك لان عنده هو ما نزل الجمهور ما يقبلك طيب كمتسابق ايضا كذلك ما بس انا شخصيتي يعني مثلا شوف الشباب اللي الان معنا تشوف انت الجمهور ترى له احساس غير احساس يشوف يدري مثلا جاء واحد يذب له نكته قالوا هذا عنده ضغط ويبغى يفرغ انه سوى شيء ومشى جميل يدرونهم بينما احيانا وانت قهوه انت خلاص اعطيت رساله مشيتها هذا الريلت اللي صح والله فعلا لا لا بعطيك نفس المقياس رمي عشوائي لا والله انا كلامك صح بعطيك نفس المقياس يا كثر شخصيات من دون ذكر اسماء كان مشهور في مجال فدخل وصار ممثل ما قبلوه الناس انتهى قالوا انت مكانك وما ادري ايش وزي رغم انه مشهور يمكن انه قوي رغم انه مشهور قوي عارف انا بالضبط كذا والله العظيم صدمني والله والله مو بجوك يا اخي عادي لا عط الخبز خبار يا سلام كيف هذا بالضبط والله العظيم انك تعرف تصيد الامثال لا بس انت والله انك في كل مجال وهذه ترى استخدمها مبطي في بدايه التمثيل والمسلسلات كانوا يجيبون مغنيين مشاهير ويدخلونهم في مثلا مسلسل ويحسبون بيضرب عشان يضرب ودي اردى مسلسل تجي رده فعل عكسيه جدا انا قبل كنت متسابق ما ادري هي تشبه ابو نايف ترى ما كان متقبل اني اكون متسابق صح؟ اي والله ماني متقبل ما كان يبيني متى؟ في الاستديو يوم دخلوا الاستديو ميركا؟ لا 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 ميركا متى ميركا؟ لا لا ماني معه عشان كذا فشلت لا اسلم لا يمكن الظروف اللي ما لا الظروف يمكن عشان بس فشلت ما في رسال عندنا هناك ما في رسال؟ اي ليش ما قبلت ان سلمان مشارك؟ إيه؟ لانك خاض تجربه متسابق قبل متى؟ في الميركا الميركا اللي فشلت بالميركا صح؟ لا وفي غيرها بعد صح؟ لا لا ميركا بس 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 ورفض ابو نايف اني ما كان وده اني ادخل لكن ابهرت لان دائما اللي متسابق لله هذا الله يعينك ترى كان ما كان يعطيني سقطات كنت انا اجي اصنع سقطات من نفسي لان فهد معين كان يعطيك خلاص من قريب وانت تعطي غير خلاص من قريب توازن
بس من عطيت انا والله ما والله ناصر والله ما ادري شو بقول ما شوف ناصر اول مره اتكلم لا انا ما اسلم احد ما ابي انا ناصر اول مره يعني اشتغلت معه مرتين وكذا بس ما في تقاطعات بين بين اعرف بس انا الذاكره اللي عندي والمعرفه ان الرجل عملي الله يجعلك عملي جدا جدا يعني في عمله ما له شغل في احد يعني ما هم محابي احد دون احد هذه معروفه عن ناصر اصلا صح لذلك بقاء خلف الكواليس والشهره ما بينه وبينها الا متر صح ولا لا ومع ذلك ما دخل يقدر السؤال ليه ما كان يعطيني اسقاطات يا اخي انا اعطي الكفو صح والله وانت كفو كان يعطيك هذا معيان لا انا ما كان والله العظيم ما بعد صنعت انا وهذا معيان حد اقسم بالله طب عاد اقول لك شيء يا سلمان انت تصنع من اول حتى في انا كنت اصنع من نفسي سلمان اقول لك شيء والله اللي مثلك ما ينخاف عليه لانه ينزل يعرف من اين تاكل الكتف ويعرف كيف يسحب الكاميرا يلقط ويمشي اللي مثلك ما ينخاف عليه أو كل ما مر من عندي ابو نايف قال والله انك ذكي وروح وانا صادق والله ذكي انت شفت البستان اللي تدخل فيه وفيه شجر واجد وفيه هناك ثمره لحالها هناك وذول يدورون يقطعون ويضربون وانت تشوف هناك وتجي تقطفها وتطلع ايوه ترى هذه مو بسيطه لي الله يرحمه ترى ترى ما هو ذكاء فيه ترى هو غبي هو أيوة. شخصيا غبي بس يوجه بس لا لا بس توفيق لا توفيق الخطوات ذكيه أيوة. بس هو غبي يعني تعرف اللي يمشي بالبركه لا اقرا اذكار ما كنت تحصل على قبل حافظ على اذكار اذكر في البزنس واحد انت ما كنت ما جيت في البزنس لا لا كانوا ميركا يشرقونا اول ما بدوا يشرقونا جدا واشتغل ميركا على سلمان وسعود هذا نعم واشغلوكم ايه بدون ذكر اسماء ونعم ايه واشتغلوا في البدايه عليهم هذا كانت اللي مشابهه الميركا ولا الميركا يعني يحفر في الصخر واضح انها اصلا لا شوف شوف مستحيل البيئه والوضع صعب جدا شوف جداً. شوف بوصل لك شيء احيانا ترى الفكره تكون ناجحه المعطيات ناجحه الكوادر ناجحه المتسابقين ناجحين التوقيت خطا بس لا لا احيانا تطلع لك ظروف انت ما تحسب الحساب ترى بعطيكم الوفق لا اما صاحب مشكله او بعطيكم معلومه مثلكم ما يعلم وعارفها ترى الاعلام محرقه الاموال اقسم بالله الاعلام يا تدفع فيه دفع ما هو طبيعي انا على ادق التفاصيل تضخ ميزانيه ادق التفاصيل واكثر ما واذا ما دفعت ما تصنع فرق ما تنجح ما تنجح واكثر شيء تدري من اكثر تدفع تدفع وردت تدري من اكثر شخص يتوهق المتسابق اللي يطلع من البرنامج واذا كان طفره كيف لان شفت انت طلعت من برنامج متسابق خلص لازم يكون في حسابك 100000 حقك عشان تكمل حقك محتوى تكمل ها اي والله العظيم حقك كافيات حق مو بكافيات لا محتوى افنيوز افنيوز سفريات شيء افنيوز لازم يجزم فيه كل شوي مع العلم ووك مع العلم يوك يوك ووك الناس اتكلم المشاهد والله انه يحب الرجل البسيط اللي يعيش ببساطته صح يا اخي بعطي مثال ويمكن كلنا شفتوه ابو سعيد عرفتوه ما اذكر هلا ابو سعيد معروف ابو دقن اللي حط بالونات كذا فوق راسه والله صدق ذا اللي من يومين اي معروف والله انتشرت امس والله والله اني ما شفت اللي مع بريك شو يوم يقول ناقص امام ناقص ابو سعيد اي ابو سعيد عرفت اي شفت كميه البساطه اللي عنده ومع هذا شوف المشاهدات ضاربه وفي ناس حاطين لك هازز وما ادري ايش بالضبط الناس يحبون اللي يشبههم انت تشبهني ببساطتك يا اخي لا تطلع لي في برج عاجي وتروح تطلع ساعات وما ادري وش وبراندات وتعيش المحتوى عشان كذا بعض المشاهير والله ان ما في جيبه ريال ويضغط على نفسه بيطلع نفسه اني انا الكشخه خلك على طبيعتك يا اخي عشان كذا عشان كذا في ناس اذكياء بعد سبقهم خطوه تعمدوا البساطه رجعوا وراء خذ له سنه سنتين بسيط وهو يملك ملايين